وزير البترول يؤكد العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية ويكشف عن وجود احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر. البنوك اللبنانية تستأنف عملها بعد إغلاق لمدة 5 أيام، والبرلمان يواصل دراسة قانون موازنة العام الجاري. الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى مقابل الدولار والليرة التركية، توسع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 28% مقابل العملة الأمريكية. أكد وزير البترول طارق الملا العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز. وخلال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أشار الملا إلى أن هناك احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع كبريات الشركات العالمية، وجاري حاليا الانتهاء من أعمال البحث السيزمي تمهيدا لبدء عمليات الحفر. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد إفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الإفريقية. وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الإفريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن الحكومة تسعى لتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضي، فضلا عن دورها التنموي في إنشاء المجمعات الصناعية والتي يصل عددها إلى 17 مجمعا في 15 محافظة. وتفقد وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، تفقد مركز خدمة العملاء وتابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين، مستمعا لآرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة. كما تفقد الوزير أيضا فرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل المقر الرئيسي، فضلا عن مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض صناعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية. وأشار المركز إلى وزارة النقل نفت كما شددت على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية. بحث وزير الري هاني سويلم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إليساندرو فراكاسيتي موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر. واستعرض سويلم الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. تواصل وزارة الإسكان إتاحة سحب كراسات وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، وذلك بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات مستمر حتى السبت الأول من أكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، على أن يتاح لجميع المواطنين بداية من الثاني وحتى 27 من أكتوبر. أوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يتميز بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري. شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت في فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست. وعلى هامش المؤتمر اجتمع الوزير مع لي جونغ هو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية. استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين 19.49 19.42 جنيه للشراء و 19.50 19.52 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجعت العملة الأوروبية اليورو 20 قرشا للشراء و 27 قرشا للبيع في البنوك المصرية، كما تراجع الجنيه الاسترليني 9 قرشا للشراء و 80 قرشا للبيع في البنوك المصرية. استأنفت البنوك اللبنانية أعمالها بعد أن أغلقت لمدة 5 أيام في أعقاب سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة. وقالت جمعية مصارف لبنان إن العمل سيجري عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع. يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022 باعتبار الصرف من خلال موازنة معتمدة هي أولى الخطوات الإصلاحية. يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه بدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية المشددة والقوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من أوضاع السوق. مع الارتفاع الكبير في أسعار الدولار الأمريكي وغياب سياسة دولية منسقة للتقليل من آثاره، باتت البلدان حول العالم مجبرة على العمل بمفردها للتحصن في مواجهة تداعياته. الدولار ارتفع بقوة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية المتجددة والقوة الاقتصادية في الولايات المتحدة وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن من أوضاع السوق. مؤشر بلومبرج للدولار الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائها بالأسواق الناشئة والمتقدمة شهد زيادات كبيرة عقب تأكيد البنك المركزي الأمريكي عزمه على رفع تكاليف الاقتراض سعيا للقضاء على التضخم. ولقوة الدولار تأثير سلبي على الأسواق الصاعدة بعدة طرق، فإجمالا تستهلك الاقتصادات النامية ما يعادل أكثر من ملياري دولار من الاحتياطات الأجنبية كل يوم لتدعيم عملاتها مقابل الدولار، ويتوقع الخبراء تصاعد هذه الجهود المبذولة. ودفعت قوة الدولار المستثمرين إلى اللجوء إليه باعتباره الملاذ الآمن والتخارج من مراكزهم الاستثمارية في أوروبا والأسواق الصاعدة وأماكن أخرى بعد أن خلفت التطورات في أوكرانيا مخاطرا جيوسياسية وتقلبات في الأسواق. كما أن بلدان كثيرة لا سيما الأشد فقرا عاجزة عن الاقتراض بعملتها، ما يدفعها إلى الاقتراض والسداد بالعملة الخضراء التي يزيد ارتفاع قيمتها من تكلفة تلك الأعباء. صعود الدولار يؤثر أيضا على التجارة، فهيمنته على المعاملات الدولية والإقبال على استخدامه من قبل الشركات يجعل زيادة قيمته عبئا على الدول والشعوب التي لا تستخدمه عادة، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد في تلك البلدان.
هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات لترتفع خسائرها حتى الآن وهذا العام إلى أكثر من 28%، وبلغ سعر الليرة 18.4 مقابل الدولار، وكان البنك المركزي التركي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس. هبط الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي مع تدافع المتعاملين لبيعه وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستضغط على أوضاع المالية العامة إلى أقصى حد. وهبط الاسترليني بنسبة 4.9% إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.3 دولار، وهو مستوى أقل من إغلاق الجلسة السابقة بنسبة 2.9%، وتراجع اليورو 41% ليسجل عند 96 دولار. في أسواق النفط العالمية تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود بسبب ركود عالمي محتمل نجم عن ارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن المزيد من الضغوط للأسعار نتيجة ارتفاع الدولار. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى 85.15% دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي تسوية نوفمبر 1.1% ليصل إلى 77.87 دولار للبرميل. في سوق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار، وتراجع سعر الذهب 0.3% ليصل إلى 1637.85 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 1.6% وزاد البلاتين 0.5%. في أوروبا انخفض مؤشر ستوكس 600 للجلسة الثالثة على التوالي بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، وتراجع مؤشر ستوكس 600 0.3%، كما هبط مؤشر داكس الألماني 0.1%، بينما صعد المؤشر الإيطالي 0.7%. في بورصة طوكيو للأوراق المالية أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض مع تأثر الأسواق بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة وانهيار الجنيه الاسترليني وزيادة مخاوف الركود. انخفض المؤشر ناكي عند الإغلاق 2.66%، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.71%. أعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار المدارس المتضررة جراء الحرب في أوكرانيا تقدر بحوالي 9 مليارات دولار. كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو قد قدرت بأن نحو 300 مدرسة أوكرانية دمرت تماما منذ بدء الحرب، فيما يتجاوز المتضرر منها 2500 مدرسة. ختام نشرتنا الاقتصادية، لم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. وزير البترول يؤكد العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية ويكشف عن وجود احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر. البنوك اللبنانية تستأنف عملها بعد إغلاق لمدة 5 أيام، والبرلمان يواصل دراسة قانون موازنة العام الجاري. الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى مقابل الدولار، والليرة التركية توسع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 28% مقابل العملة الأمريكية. ختام نشرتنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.